هو كويس ان احنا نعاقب الزوج في حالة التعدي على الزوجة، بس انا حابب تبقى العقوبة من شهر لثلاث شهور. ليه؟ لان انا لو هو اتحبس خمس سنين هيدفع النفقة من فين؟ هي هتاكل من فين؟ هو ضربها اتحبس خمس سنين او ثلاث سنين، ماشي؟ هي وولادها هياكلوا من فين؟ هترجع ليه بنفقة يسددها من فين؟ من مصاريف السجن؟ لا طبعا. كتير، لان في ستات بتبقى محتاجة ان هي الراجل ياخد منها موقف، لان في ساعات ستات بتعمل مواقف بتبقى محتاجة ان هي تتربى، ومتحتاجة ان هي والله العظيم بجد ان هي تتضرب. فانا مش مع ان هو الراجل اللي هو ياخد من 3 سنين لخمس سنين. ليه؟ عمل ايه؟ لا انا طبعا مش مع القانون ده طبعا. ليه؟ طبعا هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب، والاسلام نفسه نهى عن الضرب، لكن ما بقاش العقوبة 3 5 سنين، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. كده بيدمر العلاقة الأسرية. النهارده ممكن واحد يعتدي على مراته ويضربها بأي شكل أو بأي حال، وممكن بعد كده في يوم اتنين تلاتة بيتصالحوا ويرجعوا تاني ومفيش مشكلة. القانون ده طبعا صح، المفروض إن هو يتحبس، لأن مش مفروض إن أي راجل يمد إيده على مراته حتى لو هما مختلفين. تصرفي على بيتك إزاي وتصرفي على عيالك إزاي؟ وهيرجع لك تاني إزاي بأنهي شكل؟ مش هيقدر يرجع لك تاني. أنا مع القانون ده في حالة لو الموضوع يعني بسيط وما يستدعيش الامور دي، يعني لو مساله فيها اشكاليه بسيطه وما تستدعيش ان هو يتعدى عليها للدرجه دي. اما لو في حاله زي مثلا حاله حاجه تخص شرفه او حاجه تخص مثلا رجولته، فطبعا في الحاجه في الحاله دي عشان نبقى برضو منصفين بتبقى الامور تراعي. هو بيبقى في في عقاب، بس مش لدرجة ان هو يتحبس. ما لما هو يتحبس هيصرف على بيته ازاي؟ ما هو كده هنخش في مشكلة اكبر. ظبط الاضاءة لحاجة معينة، الشمس تيجي تعلي الاضاءة. لما قلت لك الفيديو بايظ.